جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في شهر رجب نويت الصيام في أحد الأيام، وعندما استيقظت وجدت نفسي محتلمة، وكان ذلك بعد أذان الفجر بوقت ليس بالقليل، فتكاسلت عن القيام إلى الاغتسال والصلاة، وأكملت نومي إلى الصباح. وعندما استيقظت اغتسلت ثم صليت، فما حكم صيامي؟ وهل يترتب علي شيء من كفارة أو لا؟ نرجو التوضيح والإرشاد، جزاكم الله خيرا. أولا، تخصيص رجب أو تخصيص شيء منه بصيام هذا لا أصل له ويعتبر بدعة. أما إذا كان من عادتك أنك تصوم الاثنين والخميس أو تصوم 3 أيام من كل شهر، وأردت أن تصوم هذا الصيام من شهر رجب فلا بأس بذلك. ورجب يكون كغيره من الشهور في صيام الاثنين والخميس منه أو صيام 3 أيام منه. وأما ما ذكرت من أنك أصابك احتلام ولم تغتسل إلا بعد ما طلع الفجر ونويت الصيام قبل ذلك، فلا مانع من ذلك، والصيام صحيح. يصح من الجنوب أن ينوي الصيام وأن يمسك ثم يغتسل بعد ذلك، لأن الصيام لا يشترط له الطهارة، وإنما الطهارة تشترط للصلاة. نعم.